ومشاهدينا هسه وصلنا لفقرة بين الناس، واليوم جولتنا راح تكون مميزة أكيد مع زميل محمد الصالح من كركوك. خلينا نصبح عليه ونشوف وين راح ياخذنا. يسعد صباحك محمد. يسعد صباحك محمد، نورتنا. صباح الخير عليكم على مشاهدين قناة دجلة الفضائية، صباح العافية والسرور. شكرا لك. شكرا محمد. اليوم الجولة وين راح تاخذنا؟ طبعا الان احنا في مناسبه او مؤتمر، هذا المؤتمر هو نسائي بحت. المؤتمر نعم. موجود يعني في منتدى الثقافه والفنون التابع لمديريه الشباب والرياضه. هذا المكان جمع مجموعه من الناشطات، مجموعه من القياديات في محافظه كركوك من اجل عقد مؤتمر. هذا المؤتمر خاص بالماده 1325 واللي تضمن حقوق المرأة. الآن من ضمن فعاليات هذا المؤتمر هناك جلسة حوارية مع أربعة نساء، مديرة حقوق مدير دائرة حقوق الإنسان في محافظة كركوك، وأيضا قسم تمكين المرأة، وجمعية الأمل، مديرة جمعية الأمل السيدة سرود. فالآن جلسة نقاشية أمام الحاضرين لمناقشة القرار، تطبيق القرار 1325 اللي يضمن مشاركة النساء في بناء السلام، وأيضا دورهم في صنع القرار، و يعني بالتعاون مع الهيئات، وأيضا الحد من التغيرات المناخية اللي جاي تطرا على محافظة كركوك. الآن راح تنضم معنا أحد الناشطات اللي موجودة والإعلاميات. صباح الخير عليك. صباح النور، أهلا وسهلا. ست، بداية لو نتحدث عن هذا القرار، قرار 1325، وأيضا في حال تم التصويت عليه أو تم العمل فيه، شو راح ممكن يخدم المرأة في كركوك والعراق أو ربما بشكل عام؟ خلينا أول شيء صباح الخير عليكم وعلى متابعين قناة دجلة. عقدت اليوم هذه الندوة بخصوص مناقشة قرار 1325، وهو قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم التصويت عليه في 31 تشرين الأول للعام 2000 بخصوص مشاركة المرأة في صناعة السلام من قبل مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء أيضا في مجلس الأمن الدولي. يناقش هذا القرار مشاركة المرأة في صناعة السلام ودورها في صناعة السلم المجتمعي أيضا، وإدماجها في النوع الاجتماعي، وأيضا في صناعة القرارات ومتبنيات مجلس الأمن الدولي في كل ما يخص المرأة سواء في العراق أو الشرق الأوسط أو العالم. يعني ست ندى، اليوم المرأة ربما حقوقها في الفترة الحالية ربما تختلف عن الفترات السابقة، يعني ربما الآن نوعا ما المرأة لديها حقوق تتمتع بها، فهل تعتقدين بأنه المرأة بحاجة إلى حقوق أكثر أو إلى يعني صلاحيات أكثر من أجل إثبات وجودها أو من أجل أن يكون هناك تغيير على يعني مستواها في العراق أو كركوك أو العالم بشكل عام؟ أنا أعتقد أنه من ناحية المقررات الدولية والسياسات الدولية العامة، المرأة ضمنت وبشكل قانوني ورسمي من قبل عدة قرارات سواء من قبل مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة حقوقها بشكل كامل، لكن بقي أن تعزز المرأة دورها بنفسها في مجتمعاتنا، لأنه أنت تعرف مثلا المرأة في أوروبا حقوقها ومثلا تداعيات مطالبتها بحقوقها تختلف عن حقوقها في مثلا العراق والشرق الأوسط. لذلك نأمل أنه المرأة تدعم نفسها بنفسها وتقوي ذاتها باتخاذ جملة من القرارات للخروج من عباءة أو من قوقعة المجتمع الذي يقيد نوعا ما حرية المرأة وحركتها. ندى، أخيرا شو تحبين تقولين للرجال بما أنه اليوم احنا جايين نحس أنه هناك اهتمام جدا كبير بالمرأة، فبهذا اليوم شو تحبين تقولين للرجال؟ والله أنا المعروف عني أنه أنا مو فيمينست، يعني دائما أؤمن بأن الرجل شريك مهم جدا للمرأة في صناعة أي قرار، والمرأة لا تنجح بدون الرجل والرجل لا ينجح بدون المرأة، فإحنا الاثنين مكملين لبعض. لذلك شكرا
لكل من حضر من الرجال، وشكرا لكم طبعا زملائنا بالمهنه كونكم حضرتوا وساندتونا، وايضا وجودكم هذا ضروري ومهم لتشعر المراه انه هي مسانده من مجتمعنا. واعتقد كركوك يعني ما بيها هذا التمييز الجندري او العنصري بين الرجال والنساء، لذلك شكرا لهم. شكرا جزيلا سندى، شكرا زملائنا، شكرا جزيلا. الان خلونا ناخذ الموضوع من وجهه نظر قانونيه. فالان راح تنضم ويانا احدى المحاميات الحاضرات في هذا المكان، وايضا هي ناشطه في مجال حقوق المراه. صباح الخير. صباح النور. اهلا استاذ. لو نتحدث من الناحيه القانونيه عن تطبيق الماده 15-23. بدايه طبعا هذه الماده 13-25 هو قرار لمسانده المراه وتعزيز مشاركتها وتفعيل دورها في المجتمع. ومثل ما نشوف حاليا بالبرلمان تقريبا مشاركه النساء بدت واضحه، بدت تكون فعاله. عندنا 96 نائبة، يعني تقريبا ثلث الأعضاء مجلس النواب هم من النساء. وطبعا هذا القرار هو قانوني حسب دستور العراق، انه المساواة تكون بين المرأة والرجل في كل مجالات الحياة. فاحنا حاليا اللي نعمل خاصة بهذه الورشة هو تمكين او تفعيل دور المرأة ليس فقط في الجانب السياسي، ممكن في محافظة في البيئة. مثل ما ذكرت سرود قبل شوية إذا سمعت، قالت أنه للنساء كان دور فعال في بناء المدارس اللي دمرت بسبب داعش والتخريب اللي صار. فهنا نذكر أنه دور المرأة هو ليس فقط في الجانب السياسي أو مشاركتها سياسيا أو وجودها بالأحزاب السياسية، كذلك في المجتمع بشكل عام وبناء الوطن بكل مفاصله. نعم. اليوم يعني برأيك المرأة شنو تحتاج حتى يعني تكون حقوقها كاملة وربما حتى تنتج أكثر؟ أكيد تحتاج دعم منه، دعم الحكومة. على الحكومة أن تستغل هذا القرار بتوفير البيئة المناسبة حتى المرأة تقدر تبدع، تقدر تثبت وجودها. مثل ما عندنا حالات هواية النساء كانن هم ضحايا، بعدين هاي ضحية أصبحت هي داعم لغيرها من النساء اللي كانوا من نفس فئتها. فإذا البيئة المناسبة هي اللي تخلي المرأة تبدع. إذا على الحكومة توفر بيئة مناسبة وتدعم هذا القانون، وأكيد طبعا زيادة الوعي بهذا القانون حتى المرأة تعرف حقوقها وتجد البيئة المناسبة تشتغل بها. رشا، سعيدين جدا بانضمامك ويانا، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. إذن جولتنا مستمرة في هذا المؤتمر. نعم. ما زالت الجلسة الحوارية قائمة. فالآن خلونا نأخذ وجهة نظر رجالية، أخذنا نساء اثنين. نعم. فلازم نأخذ رجال، شنو رأيكم؟ نعم أكيد محمد، ضروري. احنا حابين همين نشوف نظرة الرجال شلون. واحنا اصلا نشوف المؤتمر نسائي، فحابين نعرف شنو وجود الرجال هنا همينه بدورهم. حلو. اذا هذا السؤال راح اطرحه على الشاب اللي ينضم ويانا الان. نعم. هذا اليوم هذا المؤتمر خاص ب يعني تطبيق القرار 12-35، فانت اليوم كرجل شنو سبب حضورك لهذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اشكرك استاذ محمد واشكر قناه دجله على هذه الاستضافه وعلى هذه التغطيه المميزه. طبعا انا كرجل طبعا انا اساند المراه واحب ان اعطيها اهميه كرجل، انا كشاب، ان تكون لها دور الرئيسي في صناعه القرار وان تحس باهميه المجتمع ان يكون مساند لها بصوره جيده وبصوره كبيره، لان المراه تحتاج الى مسانده، تحتاج الى وقوف معها في هذه الندوات في هذه المؤتمرات. كما أؤكد هذا المؤتمر على أهمية مشاركة المرأة الفعالة في صناعة القرار، في صناعة آلات المجتمعية، في محاربة المتغيرات المناخية. ونحن كشباب نقف هنا مساندين للمرأة، لأن المرأة هي جزء كبير من المجتمع، وبل أجزم أنها المجتمع كله، لأنها هي الأم والأخت والزوجة والصديقة والبنت. شكرا جزيلا. شكرا لضيوفك معنا. شكرا.
إذا كان معنا صوت مساند للمرأة الموجود في هذه القاعة، وكما ذكرت طبعا حلو يعني مثل ما شفنا يعني ضيفك الكريم انه هو مساند المرأة وياها، يعني الحكي اللي قاله همينة كلش حلو معبر. طبعا يعني اغلب الرجال اللي موجودين من الشخصيات من مدراء الدوائر، الجميع اليوم جاي يدفع باتجاه حصول المرأة على حقوقها. نعم، وايضا الدعوات الكبيره دي اكيد يا محمد، احنا كلش سعيدين ونفرح دائما من نشوفيتي مؤتمرات خاصه انه تنظم النساء، فعاشت ايدك، شكرا لك. شكرا لك.